السلام عليكم ومرحبا بكم. الوغ اليوم جبت لكم وصفه تاع شطيطحه بالدجاج والبصل والحمص على الطريقه نتاعي، يعني وصفه اقتصاديه وسورتو تجي بنينه. نتمنى فريمون هاد الوصفه تعجبكم، ودوك نخليكم على فيديو وطريقه تحضير هاد الشطيطحه تاعنا بالدجاج والبصل وفرجه ممتعه. السلام عليكم ومرحبا بكم. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديرو الطاجين تاع الدجاج بالبصل والحمص، يعني كشغل الشطيطحه بالدجاج على الطريقه تاعي، نتمنى تعجبكم. الوغ كما راكم تشوفوا هنايا راني ندير هاد المرميطه ديريكت في على النار. هنا عندي الطرف تاع الدجاج يعني على حسب الافراد العائله، انا ديت الخوضه، تجيبوا تدو اي طرف. غادي ندير عليه الزيت وشويه زيت الزيتون نخليهم يتقلوا مع البصل. الوغ هنا درت شويه زيت الزيتون كما قلت لكم، شويه زيت، غادي نقطع حبه بصل هكا خليها تتقلى مع الدجاج، ومن بعد ندير البصل الاخر كما قلت لكم، طاجين دجاج بالبصل والحمص، خليه يتقلى البصل. ودروك غادي ندير الفلفل العكري اللي هو بابريكا، نقليها في الزيت يعني مغرف معمره، مغرف تاع قهوه، خليها تتقلى في الزيت يعني نطلق بنا شابه كيتقلوها. من مرقه تاعنا تجينا حمراء دي شابه. انا عندي بالطماطم يعني مرقه نشطحها بالطماطيس، يعني ندير الوصفه تاعي وما نطول، ندير لكم مقادير. خليني نتقلى دروك، ندير التوابل اللي هما السكنجبير، يعني عفوا الدجاج بالشغايا مع السكنجبير، ندير الكركم، نقص النار تكون عندي هذا الطاجين ثقيل، ثقيل بزاف تاع لا فونت، ثقيل يعني بخفية نقولي يتقلى بالخف. ما من الماكله في الطاجين كيما هكا تجي بنينه. ندير شويه فلفل اسود، تجو نديرو التوابل فوق اللحم ولا الدجاج، ندير شويه قرفه، غير شويه اختياريه اللي ما ديروش، راه غير شويه. هنا غندير الطماطم، انا عندي الطماطم هذه ما عنديش حبه، بصح كان عندكم حبه نتوما ديروا حبه، يعني هذه اللي تنباع يعني طوماط كونكاسي يعني مرصيه تنباع قطع هكا، ندير شويه خليها تتقلى. نحرك، ندير الملح قبل ما ننسى، يعني الملح يقعد على حسب الذوق، مي يديروا نص مغرف تاع قهوه ومن بعد تشوفوا. انا ندير هكا ونشوف، خليها تتقلى شويه الطماطم تاعي. عندي الحمص يتقلى شويه، ومن بعد المرق ندير الطماطم مصبره تانيك، يعني كش عندي صوص طوماط، ماشي صوص طوماط مي شويه يعني بالطماطم تجي بنينه هاد الشطيطحه تاع الدجاج بالبصل. هنا درت طماطم، انا عندي بيوري طوماط كيما هكا، بصح نتوما ديروا الطماطم بصبره غير كيف كيف، المغرف تاع الطماطم بصبره مش معمره بزاف، نخليها تقلى شويه الطماطم درتها هادي، ومن بعد نمرق. دوك غادي نمرق، الماء راه يغلي هنايا كما راكم تشوفوا، توجور غادي نمرق بالماء يكون يغلي، داك نفرش فوق اللحم وطحي فوق اللحم، فرقوا هنايا مرقوا فوق فوالا كيما هكا، نخلي الماء يغلي. داك كان خاصني نزيد منعمرهاش ما بعد باش ما تجيش سانطا، البصل يطلق الماء تانيك، يعني ابان تغطوا اللحم كيما هكا. ندروك غادي ندير البصل تاعي، نحطها هكا من الفوق هنا البصل يطيب هو تانيك، يعني بصل دو ندت هنا يحضر الطل، يعني على حسب افراد العائله بيان سور، فرغها هكا هكا فوالا، نخليه يطيب حتى تشف لي لاصوص تاعي شويه، يعني تكون فيها مرقه ماشي بزاف، يعني تجي شويه ناشفه. وغادي نغطيها نخليها تطيب ان شاء الله، ونعاود نرجع لكم كي تكون طايبه ولا تقرب الطيبه. فرح بيبات، هو الطاجين تاعنا راه طابلي صايي كيما تشوفوا، يعني ينقص من الماء، شوفوا معايا يجي ناشف شويه ماشي بزاف، ها وينا، يعني كيما قلت مش تطحى بالدجاج والبصل راه طابلي صايي، ما زدت له والو، بصح نتوما كان خاصكم ملح ولا تزيدوا له الملح ولا، انا ما خصنيش، ما تجيبوا ديروا فيه مرق الدجاج، لكن تبغوا مرق الدجاج
هذه هي دوك ان شاء الله نشوفوا في ساعه التقديم راه واجد. ها هو الطاجين تاعنا راه وجد كما راكم تشوفوا درته في ساعه التقديم، يعني شطحه بالدجاج والبصل والحمص هذا هو. نتمنى فريمون يعجبكم وتسيو يعني اقتصادي وسورتو بنين كما راكم تشوفوا هذا هو حباباتي. بون نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتهلاو في روحكم وتلاقوا في وصفه واحده اخرى ان شاء الله والسلام.